ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا بكم. أيا تونس، أي اليوم النقص ومتفدليك ونكبسوا روحنا شوية. لازم الواحد يفيق له هالفيروس هذايا، خطر لعب حراش. الصحافة اليوم قالت لكم بعد ما تجاوز انتشاره كل التوقعات، منظمة الصحة العالمية تعلن تصنيف فيروس كورونا كوباء عالمي، ارتفاع حالات الإصابات إلى 7 على المستوى الوطني. ولابخيس تقول اللي تونس في طنبك الحرب على الكورونا ولازم نتفاداو السيناريو الأسوأ. La Tunisie en pleine guerre contre le coronavirus, éviter le pire scénario. بالطبيعة انت هنا باش تقول لي كيفاه صار، مازلنا ما وصلناش للسيناريو الأسوأ. لا أخويا، مازال بكري. السيناريو الأسوأ هو الذروة متاع الوباء في تونس. نفسر لك. الفيروس ولا رسميا وباء عالمي، بانديمي، توزع في العالم الكل، وولات فما عدوى محلية في كل بلاصة تقريبا. ما عادش وباء عادي، إبيديمي منتشر في بلاصة برك. فما بلدان كاملة في حالة حجر صحي مستمر، نتسميه مسلكينها في تونس مقارنة بإيطاليا مثلا، الحمد لله. ولكن إلى حين توا عندنا 7 حالات، ومنهم اللي مروح من بؤر عدوى، منهم شكون مروح من ماتش كورة في مصر برا، شوف هذاك قداش عدية من واحد في الجمهور والطيارة قبل ما يفيقوا به. وبيه ولا بلاش راهو الفيروس باش يزيد يسرح، نحبه ولا نكرهه ما نجموش نوقفوه، حتى لين يوصل المرحلة الذروة لو بيك بانديميك، بعدها يبدأ يتراجع بشوية بشوية. هذه راهي مراحل حتمية معنا وينهربوا منها. وصلوا لها الصين وإيطاليا وإيران وفرنسا، وعادك بيهم إسبانيا وأمريكا يخلطوا. أي شنو الحل؟ منظمة الصحة العالمية وعلماء الأوبئة يقولوا لك اللي الحل الوحيد هو محاولة احتواء الوباء، تحاول تنقص لماكسيموم من سرعة انتشاره، توخر مرحلة الذروة قدر الإمكان، وتحاول تخفف من قوة الذروة هذيك. عليه؟ على خاطر الذروة تستنزف إمكانيات المنظومة الصحية، السبيطارات والإطار الصحي يوليوا ما عادش خالتين، أمور طاقة استيعاب وموارد مالية ولوجستية وبشرية، وإحنا بتبيعتنا بلاد تقريلو. معناها توا لازمنا نقويه في إجراءات الوقاية للدرجة القصوى، للحد قدر الإمكان من سرعة انتقال العدوى. معناها كان جت الدنيا دنيا، لا استادات لا سينماوات لا جوامع على حفلات، التجمعات الكبيرة الكل تتنحى وكان لازم تتمنع. باش نزيدوا نستناو باش يصير لنا ما لا يحمد عقباه. ومرة أخرى، هذا ماهوش كلامي أنا، هذا كلام المختصين والمؤسسات الدولية مرجع النظر، كان باش نكركرو رانا باش ناكلوها في عظامنا. وتعرفوني مانيش ماركة فجعات وهستيريا، أما اللي ناوي يتحرك لازمو يتحرك تو. اي حقا، مش عنا استاجير جديد مازال كيترسم؟ اي يا خوي، وفيت البوز كافي، ايا وينك في الاطراح؟